السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم ديالك؟ جرح حسن. عندك واحد النيه في غيبات دابا تقريبا شحال من يوم غيب؟ غيبات نهار ثلاث في العشيه. حاولت تحكي لنا السبب ديال الغياب ديالها، شحال عندها من عام؟ عندها 17 انس وجات في المدرسه الصباح وفي العشيه، ملي رجعت للمدرسه في العشيه ما جاتش. ماماها كتسناها 6 ونص 7 ونص ما جاتش. ملي وصلت 8 ما عيطات لي ماماها قالت لي راه الدريه ما جاتش. فاطمه الزهراء، جار فاطمه الزهراء. ملي عيطات لي ماماها مع هذيك 8 ونص انا كخدمت في ريستورا، انا ما كنخرج حتى ل 11 ونص ولا 12 بعد الخطره عاد كنخرج من الخدمه. طرت هذيك الساعه مع 8 ونص طلبت الباترون قلت له ودي شنو راه الدريه بنتي راه تخفت لي من المدرسه، من المدرسه ما عرفت واش دخلت ولا ما دخلتش الا اعلم. هذا هو، وجيت كنقلب هذيك الليله ما لقيتهاش، والغد الثاني كنقلب. مع الاداره ديال المؤسسه؟ اتصلت اليوم اللي مشيت للاداره ديال المدرسه دي هنايا، مشيت المره الاولى دخلت عندهم استقبلوني، وملي عاودت لهم المشكل ديال الدريه قالوا لي ودي، قلت لهم الغياب ديالها، قالوا لي 59 غياب. 59 ساعة؟ اه 59 ساعة. وعمروا معلموكم على هذا الغياب؟ لا ما عمر علمنا. وريني نشوف. ها هي ها هي. ها هي المؤسسة. هي هي. دابا ما علموني ما والو. تعلمتي بان بنتك راه كتغيب؟ لا ما عمر علموني. انت عمرك ما شكيتي بان البنت ديالك كتغيب؟ السلوك ديالها كي كان كي ولا؟ ما مهم كما النمره ديالي عندهم ما عمر عيطي لي باش نعرفوا الدري واش كتدخل ولا ما كتدخلش. انت ما كتراقبش البنت ديالك؟ ما عنديش الوقت، انا راه كنخرج من 8 الصباح 8 ونص، وكما كنخرج حتى ل 11 ونص. 11 ونص الليل 12 عاد كنخرج من الخدمه ديالي، راك عارف الخدمه ديال المطعم. كيفاش دايره؟ واخا من غير مؤسسه تعليميه. نعم اسيدي. تواصلتي بدارك الملكي؟ اييه مشيت عندهم الله يعمرها دار، المهم استقبلوني، المهم قاوموا الواجب ديالهم، الله يكثر خير لهم، حتى لا جدان وقف معايا الله يكثر خيره، المهم كل شيء وقفوا معايا. كل شيء. درتي المحضر ديالك؟ درت المحضر ديالي وكل شيء. وبالنسبه للنيابه ديال التعليم؟ مشيت لهم اليوم في الصباح. مشيت ودرت الشكايه ديالي تما ومشيت استقبلوني حتى هما. بناء على ساعه وما علموني. ما علمونيش. استقبلوني حتى هما يا وعيطوا ليه. عيطوا ليه هو. ملي عيطوا ليه جاوبهم ما عرفت انا باش جاوبهم لا اعلم. ملي ساليت معاهم من تما هو جيت تركته. قلت زعما شنو غادي يقول لي على حسب على القسم اللي كتقرا فيه الدريه. ملي دخلت عنده لقيتو كيهضر مع شي حد، ملي سالا قال لي جلس قلت ليه اشنو استاذ سميتو، قال لي الشريف بحال هكا، قال لي الشريف شوف انت بنتك راه قد بنتك ماشي بنتي انايا، هذا الشيء قال لي راه كتهجم عليا. انت ما تهجمتي عليه؟ لا ما تهجمت عليه لا والو، المهم انا هذا الشيء باش جاوبني هذا الشيء باش جاوبته. يعني تغير الاسلوب. يومين تغير الاسلوب ديالو. غير بالنسبه للمعامله الاسلوب ديال بنتك قبل ما تغيب من الدار كيف كانت يعني المعامله ديالها؟ مزيانه لا معايا انا ولا مع ام ديالها. ما لاحظتوش على شي تغيير؟ لا والو لا. مجموعه البنات اللي كيغيبوا حنا كنصوروا مع العائلات ديالهم، بعد كنلقاهم يعني كانوا مع شي وحده ولا مع شي واحد. يعني هذاك اللي ما عرفت انا تقول لوالديها راني في هذا القنت ولا في هذا القنت. انا الصديقات ديالها تواصلتوا معاهم؟ لا انا ما عنديش شي اشكال على شي سميتو على الدريه صحاباتها، حيت كما قلت لك انا راه من 8 ونص تسعود كنمشي للخدمه ديالي ما كنجي حتى ل 11 ونص. لا الاصدقاء ديالي اللي في لا هنا ما المدير ما بغاش يوريني حتى القسم اللي كتقرا فيها باش نعرفوا غير صحاباتها. النهار الاول قال لي سير انا غنشوف لك القسم ونشوف سميتو بلا ما تقول والو. ملي بعد مشيت النيابه ورجعت عنده قلت لك جاوبني بهذه الهضره هذه، قال لي الشريف شوف رقب بنتك ماشي بنتي انايا. هاد البنيه هذه عندها شي هاتف؟ عندها التليفون ديالها. ما تواصلتوش به؟ ما عيطوش فيه؟ انا طافي. مطفي. طفى في ديك الساعه نيت ما عرفت. المهم انا المهم صافي. واخا وشنو دابا الاجراء؟ شنو الاجراء دابا اللي دار معكم دابا
لا الدرك الملكي ولا حتى المؤسسه ولا حتى النيابه. النيابه المهم الدرك الملكي هما المهم الله يرحم والدينا قاموا بالواجب ديالهم وخدمتهم ومهم الاكثر خيرهم النيابه حتى هما كذلك هما مشيت عندهم استقبلوني بزاف ماشي زعما بشويه الاكثر خيرهم وهما ملي هو ملي جيت عنده تقلب ثاني اسلوب ديالو ملي دخلت عنده قال لي قلت له استاذ شنو مازال قلت لي راه قلت لي غادي تشوف القسم اللي كتقرا فيها ما قلت لي ولا قول لي اشري بدات المعامله ديالو بسبب الشكايه قال لي اشريف قابل بنتك وقال لي ما مقيداش قلت له علاش ما مقيداش قلت له الورقه ديال الكتوبه شكون اللي عطاها لي انا و59 غياب شكون اللي على من غنحسبوها؟ كيبرر هذيك 59 ها هي 59 غياب هاي هو اللي كتبها الحارسه هي اللي كتباتها دابا الا كانت البنت ديالك فاطمة الزهراء كتشوف شنو بغيت تقول لها؟ وكنقول لها ردي عليها وتجي لدارها مرحبا بها ما نقول لها حتى حاجه المهم ترجع لماما ماما راه مريضه داكشي اللي كنتمنى الاخوان كاملين الا شافوها ولا شافوني ولا شافوا الحاله ديالنا اخر لباس اللي كانت لابسها فاطمة الزهراء شنو اخر لباس كانت لابسها ها هو هذا اللبس ديالها هو اللباس اللي كانت لابسها النهار اللي خرجت لا اللبس اللي كانت لابسها نشوفوا ماما ها هي اللي واخا واخا عطينا الام ديالها ماما واخا بغينا نعرفوا اللباس اللي كانت خرجت اخر نهار اليوم الثلاث اللي كانت خرجت من المنطقه كي كانت يعني الظروف ديالها واش كانت عاديه تغدات مزيان ما مبينه حتى شي حاجه بسطة بليتها مشطت شعيرها حكت سنيناتها وقالت لي ماما صافي غنمشي راه داخله مع عجوج وربع قالت لي بسلامه بقات كتراقب الماء انا عندي في التليفون توصلت عجوج وربع وخرجت ملي لحقات 6 ونص كنتسنى دابا الدخول حتى 7 وقسمت صافي خرج جيت لهنا لقيت المدرسه صافي سده صافي بقيت كنتسنى زعما دابا تجي كتمعطل في شي بلاصه حتى 8 ونص عيط للبا صافي من تماك صافي كنتسنى وترجع ما رجعاتش شنو كانت لابسه لابسه طابليتها وسروال ديال الجين شار سبرديله بيضاء وتيشورت كحل حنا كنعرفوا الامهات تقريبا البنات ديالو انت كأم انت كتراقبي البنت ديالك شنو كتقول ما مابقاش كتكلم صحابات اللي معاها صحابات ما عندهاش ديال الدار عندها ديال المدرسه ما عندهاش شي صاحبه اللي كتجي عندها للدار ولا كنعرفها ما كايناش عندها صحاباتها ديال المدرسه في القسم صافي هذوك صحابات ديال المدرسه ما سولتيهمش ما عرفتيش شنو جابوا بابانا صافي الخرجه ديال يومين جابوا بابا ولكن المدير ما ساعدوش باش يوري القسم فاش كدير وانا ما كاملش دابا 15 يوم كنت جيت لقيتها هنا في الساحه خارجه هنا قلت علاش ما داخلهاش الساحه ولا في الزنقه هنا في الزنقه الباب محلول شي داخل شي خارج قلت علاش ما داخلهاش بنتي قالت لي راه الاستاذ ديال الرياضه ما جاش قلت لها غتدخلي دابا غنصور قالت لي راني داخله دابا راه كنت لداخلها مني حلوا الباب في الاستراحه راني خرجتها نتنفس ونعاود نرجع مني مشيت عند الحارسه العامه وداك الشيء مشات سولت قالت لي فعلا راه ما جاهمش استاذ راه دابا غتدخل عندها حصه دابا صافي قالت لي مره سولي صافي وجيت ولكن دابا مؤخرا كيقولوا على ان 59 ساعه ما دخلتش قالوا البابا فاش جا بابا حتى اختفات حتى ما بقاتش البنت عاد باش مني جا باباها عاد باش قال لي مورا 59 ساعه 59 ساعه ما دخلاش واخا انت كأم ديالها ما لاحظتيش حاجة مثلا مغيرة في بنتك مثلا كتجلس ساهية كتبدا تفكر في شي حوايج قالت شي كلام قالت شي حاجة يعني قبل ما تختفي لا ما لاحظت حتى شي حاجة عادي ضحكة كتلعب مع خواتاتها أنا كنت حيدت لها التليفون عاود رديتو ليها صافي هذا هو اللي أنا التليفون تنقول لها ما تديش المدرسة خافي تلقى لها شي حد ولا شي حاجة هادشي علاش نقول لها التليفون يبقى في الدار ما يمشيش للمدرسة قالت لي لا راه عندنا شي دروس كنديرهم في المدرسة باه في معاملته كيعنفها كيتعاملها نهائيا مازال انا راه مازال شويه كنراقب ونخاصم كي الموات كاملين خاصه من لكن باباها نهائيا ما عمر يدو تحطات عليها
واصلا ما كيجي حتى لواحد فاطمه الزهراء اللي كانت كتشوفك ولا كان كيشوفك الناس اللي عندك كتشوف كما كانت الامور كما كانت هضر لها صافي هضر لها صافي انا شنو كنتمنى الله ترجع الا كان الغياب ولا كان شي حاجه ترجع ترجع عندنا انا كلشي غنقبلوا عليه وكلشي غادي انتي مسامحاها غاترجع مسامحاها وانا ركبت تحرقات هذه يومين تحرقات كنصب راسي صافي انا اصلا مريضه وكناخذ الدواء اصلا هذه هي فاطمة الزهراء كما كتشوفوا مشاهدينا هذه هي فاطمة الزهراء اللي مغيبة من نهار الثلاث فاطمة الزهراء إلا كنتي كتشوفينا بنيتي الله يرضى عليكي إلا ما جي راه ما تخافي حتى شي حاجة أصلا راك عارفة أنا حنينة فيك بزاف وأنت حنينة فيا علاش مشيتي فاطمة الزهراء كان كما كتسمعوا الام ديال فاطمه الزهراء كتناشد فاطمه الزهراء الله يرضى عليك بنيتي الله يرضى عليك الا ما رجع انا كلشي لي الدواء كلشي لي كلشي لي حل كلشي لي حل الا الهرب اللي مالاش ما لياش الحلات ما غدوم لها ما غتلقى الخير في والديها وفي دارهم حتى الزقاوة في دارهم واحد الدريه راه كتسولوا على الدراري واحد الدريه ظريفه مؤدبه ومخلقه ماشي شي دريه اللي غتقدر على الزنقه ولا غتقدر على شي حاجه مربي احسن تربيه راه العينه ما كتقدرش تهز الفاميله ديالكم الحباب الجيران لا ما كايناش والو لا ما كايناش